هي واحنا بنبدا حلقتنا النهارده خليني كده ارجع معاكم ل 2018 تقريبا، لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انشاء مدينه المنصوره الجديده اللي كلنا تابعنا افتتاحها امس. تابعنا افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينه المنصوره الجديده اللي تعتبر واحدة من 14 مدينة ذكية بيتم تنفيذهم في معظم المحافظات. ليه لازم نتوقف عند هذه اللحظة؟ لأن احنا شفنا أنه بالفعل يمكن الأحلام أو المشروعات الضخمة اللي احنا بنتكلم عليها بتنفذ على أرض الواقع وبنشوف ثمارها دلوقتي. طيب ليه مدينة المنصورة الجديدة مهمة جدا؟ ببساطة جدا، هذه المدينة بتعيد مرة تانية رسم الخريطة العمرانية للدولة كلها بشكل حضاري وعصري ومتطور، بحيث أنها تكون زي نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في منطقة الدلتا، لأنه مدينة المنصورة الجديدة بتتوسط محافظات الدقهلية، كفر الشيخ ودمياط، فبالتالي هتكون قيمة مضافة وخلينا نقول نقلة تنموية في كل هذه المناطق الشاذلي. شفنا الحقيقة صورة يعني مبهجة امبارح، ويمكن كانت فعلا مصدر فخر لينا كلنا. شفنا متنفس سياحي جديد الحقيقة إن هو يستحق إن هو يكون وجهة سياحية مش بس لينا إحنا لو نتكلم عن السياحة الداخلية، لكن سياحة كمان خارجية. بكل تأكيد، وعطفا على كلامي كنت بتقول إن إحنا من 4-5 سنين دي ما كانتش موجودة. خلينا نقول لأي حد بيجي مثلا بيعمل كومباوند صغير كده، أي شركة بتعمل كومباوند ممكن تاخد لها 4-5-6 سنين كمان بتعمل في الكومباوند ده. فتخيل أنت بتعمل مدينة كاملة في 4-5 سنين، ده بيقول إن في إرادة، إن إحنا فعلا خدنا القرار إن إحنا هنعمل مدينة جديدة، مدينة ذكية، مدينة من مدن الجيل الرابع، عمران مستدام، نطور مدينة فيها كل ما يحتاجه قاطني هذه المدينة موجود جوه. يعني اللي هيسكنوا هذه المدينة مش هيحتاجوا ان هم يخرجوا بره لأي سبب ايا كان، لان كل حاجة، كل الخدمات، كل المرافق، كل حاجة موجودة عندهم جوه داخل هذه المدينة. من 5 سنين كان موقع المدينة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صحراء، ما كانش في حد ممكن يفكر ان المنطقه دي يجي يوم من الايام وتتحول لهذا المشروع الكبير، هذا المشروع العملاق، مدينه المنصوره، مدينه من الجيل الرابع اللي بتنافس المدن العالميه في الجمال والعظمه والخدمات كمان اللي موجوده فيها. المدينه زي ما كنت بقول لحضراتكم وزي ما كانت جمانه دلوقتي بتتكلم، بتخدم منطقه الدلتا كلها، يعني مثلا بينها وبين جمصه حوالي 6 كيلو. صحيح. مدينه دمياط هنلاقي الجديدة طبعا حوالي 20 كيلو، مدينة بلطيم حوالي 20 كيلو، بينها وبين محافظة الدقهلية حوالي 50 كيلو، يعني تم اختيار موقع ممتاز، موقع فريد، بحيث ان هي تتوسط 3 محافظات في الدلتا، ده غير انها طبعا بتمتد لمسافة 14 كيلو متر على البحر، ودي طبعا ميزة من المميزات الجميلة جدا. الجميل كمان في الموضوع ان احنا في صباح الخير يا مصر كنا هناك من حوالي سنة ونص تقريبا يا جمانة، انت كنت موجودة هناك، وكنا طالعين حلقة كاملة عشان نستعرض المشروعات اللي بتتم، يعني كان لسه بقى ايه المشروعات لسه شغالين فيها، لكن دلوقتي الوضع اختلف اكيد يا جمال. صحيح طبعا، يمكن احنا زي ما انت قلت يا شاذلي كنا هناك من سنة ونص، ومن سنة ونص بالفعل كان في مشروعات يعني فيها او في بعض المرافق فيها كانت خلاص خلصت. كنا مع حضراتكم، نقلنا لحضراتكم المشروعات الاسكان الاجتماعي، مشروعات اسكان المتوسط، الجنة مصر، يعني الفيلل، كل حاجة في مدينة المنصورة الجديدة حاولنا نستعرضها مع حضراتكم، حتى محطة تحلية المياه يا شاذلي، اتكلمنا عن جامعة المنصورة الجديدة اللي تم افتتاحها، خدمات كتيرة جدا جدا جدا. لو شفت حجم العمل وحجم المجهود اللي كان موجود على الأرض هناك، صدقني مش زي ما بنتكلم خالص. شفت ناس، احنا كانت التصوير كان شهر 7 تحديدا، انا فاكرة كان في عز الحر، عمال كانوا موجودين، وشايفة قد ايه هم بجد كانوا بيشتغلوا من قلبهم. فكرة ان انت توفر فرص عمل لأهل المحافظة نفسها. صحيح. دي مش حاجة بسيطة ولا سهلة. بالمناسبة وانا بتكلم عن توفير فرص عمل لأهل المحافظة، ده بجد كان بيحصل، ما كانش فيه عمال بيجوا من محافظات اخرى او عمال جايين من اماكن تانية، لا، اهل المحافظة كانوا بيشتغلوا، كانوا موجودين، عشان كده كانوا حريصين جدا يا شاذلي هم بيشتغلوا ان هم يعملوا شغلهم صح، وكانوا حقيقي بيشتغلوا من قلبهم، وانا شفت ده بنفسي هناك. دول تلاقيهم مبسوطين جدا بقى دلوقتي طبعاً. ان هم شافوا بقى يعني تعبهم، ثمر تعبهم
دلوقتي، بقالهم 4 سنين شغالين في هذا المشروع، فدلوقتي تلاقيهم من اكتر الناس اللي فرحانه دلوقتي وشايفه المشروع بتاعها اكتمل وبيتم افتتاحه بهذا الشكل، ومصر كلها بتتفرج ومصر كلها مبسوطه على الشغل اللي هم عملوه. صحيح، ده غير بقى كمان المسؤولين، يعني حتى المسؤولين عن المشروعات اللي كانت هناك، شفت سيدات مهندسات كانوا هناك هم المشرفين على هذه المشروعات، وقد ايه كانوا بيشتغلوا في الوقت الصعب ده، واحنا بنتكلم على صحراء برضو في الاول وفي الاخر، لسه بحاجه جديده بتطلع، واكيد كلنا مدركين حجم العمل الشاق اللي بيبقى موجود في هذه الظروف. شفتهم وعملنا معاهم لقاءات في صباح الخير يا مصر، يعني لو ممكن نرجع للحلقه دي او ترجعوا حضراتكم لهذه الحلقه هتعرفوا بالظبط فعلا ايه اللي كان بيحصل في الوقت ده. لو هنتكلم ده كله بيعكس ايه؟ هو بيعكس الرؤيه اللي الدوله بتشتغل بيها في كل هذه المشروعات القوميه. ده بيبدا من ايه؟ بيبدا من تخطيط سليم، مراجعة دقيقة لكل محاور المشروع، متابعة يومية لأعمال التنفيذ عشان في النهاية يكون المنتج بهذه العظمة والرقي والجمال اللي شفناه في مدينة المنصورة الجديدة. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال امبارح إنه الجهد اللي بتبذله الدولة المصرية هو جهد مخلص وأمين ومبدع، وبيتم بمنتهى القوة من أجل تحقيق التنمية للشعب المصري. واحنا بنتكلم على مدينة المنصورة الجديدة يا شاذلي، في ناس ممكن تسأل طيب ما هي أكيد هتبقى بعيدة عن المنصورة، المدينة نفسها، مدينة المنصورة نفسها، حتى دي اتعمل حسابها، في قطار كهربي بيربط بين المنصورة ومنصورة الجديدة، مرافق اتعملت، الطرق اتعملت، في وسائل مواصلات، في فعلا كل حاجة كان معمول حسابها بمنتهى الدقة. ده عظيم جدا، واحنا هنا مش بنتكلم فقط عن عمران، احنا بنتكلم كمان عن عمران وفرص تنموية ومشروعات الاستثمارية. عشان كده شفنا امبارح مبادرة ابدأ، وانا عايز اتكلم مع حضراتكم فيها عن هذه المبادرة تحديدا، لان احنا لفترة من الفترات كده كنا بنسمع اصوات بتتعالى بتقول احنا ليه مش مهتمين بالصناعة، احنا كنا دولة صناعية زمان، فين الصناعة؟ لا انتوا دولة شغالة مهتمة بالزراعة فقط خلال الفترة اللي فاتت، ومحدش بيتكلم خالص عن الصناعة وعن المصانع. فشفنا في الفترة الأخيرة دي شفنا المؤتمر الاقتصادي اللي كان جزء مهم كبير جدا في هذا المؤتمر بيتكلم عن توطين الصناعة، وبعد كده مؤتمر اتحاد الصناعات، وشفنا عرض مبادرة ابدأ. ازاي هذه الشباب عملت حلقة وصل ما بين المصنعين اللي عندهم مشاكل وما بين الدولة وما بين الوزارات، بقوا بيروحوا، واحنا شفنا الكلام ده في العرض اللي شفناه امبارح مع المصنعين والمستثمرين اللي موجودين في المحافظة هناك. كان عندهم مشاكل، هم طلعوا قالوا احنا كان عندنا مشاكل، ولا يخفى على احد ان احنا عندنا مشاكل في الصناعه، ده حاجه معروفه، لكن هل احنا ساكتين عن هذه المشاكل؟ لا، فجت مبادره ابدا، الناس دي او الشباب دول نزلوا لهذه المصانع وبداوا يتكلموا مع اصحاب هذه الصناعات، مشاكلكم فين؟ انتوا عايزين تطوروا، طب تطوروا ازاي؟ عايزين تزودوا الانتاجيه، طب محتاجين ايه؟ وبداوا ياخدوا كلامهم ويحددوا لهم ميعاد مع الوزراء ومع المسؤولين بشكل مباشر، مش لسه بقى نروح لموظف في التاني، لا، على طول يروح يقعد مع الوزير المختص والوزير المسؤول يحللوا مشكلته، بالفعل ده بينعكس على ايه؟ بينعكس على زياده الانتاجيه، فبالتالي انت بتقلل الاستيراد. كانت طبعا احنا شفنا مشاركه ابدا امبارح في الافتتاح، قدموا طبعا عرض عن الشغل اللي عملته هذه المبادره مع المستثمرين في محافظه الدقهليه، ومنها على سبيل المثال انشاء مصنع لانتاج سماد فوسفات الكالسيوم بطاقه انتاجيه 50,000 طن سنويا، ده طبعا هيقلل من فاتوره الاستيراد بحوالي 45 مليون دولار، كمان هيوفر حوالي 1000 فرصه عمل، ده غير طبعا تنظيم المبادره لورش عمل ودورات تدريبيه للشباب في المحافظه عشان تاهلهم لسوق العمل. عشان كده بنقول لحضراتكم ان المشروعات دي اللي بيتم افتتاحها بتكون مشروعات متكاملة بتغطي كل الجوانب اللي ممكن يحتاجها أي حد مقيم على أرض مصر. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.